المسلمين المسلمات الخوت. انا ربي خلى بالورت وانا وريته من الوراثه، وانا دابا مليوحه في الزنقه ومشرده في الزنقه وبتبح وجاتي في المحطه ديال ولاد زيان. وانا دابا الخوت ما عاقلينش عليا، بغيتهم يعطوني على حقي ما عاقلينش عليا. انا بدار با في البرنوسي وبدار با في سباته، والدار في البرنوسي طالعه من 13 والسطح هو الرابع، والسفلي بوحدو بابا وكيشوف الزنقه، والكراجات جوج خارجين منها، والدار في سباته تاهي من جوج طاش والسطح هو الثالث، وكاين فيها السفلي والكراجات جوج خارجين منها وكيشدوا الكرا وكيتمتعوا به، وانا الريال هو الاخر ما كناخذوش. هالخوت هادو خوتي راه حاقريني حيت عارفيني ما عنديش الخوت وغالبين عليا، وقالوا لي اجري طوالك وصيري للمخزن. واحد قال لي الا مشيتي للمخزن نورك على الدوسيمي طلعت على 2035. هادي راه حقره الخوت، هادي راه حقره، حقروني وعرفوني ما عنديش وحقروني وغلبوا عليا وعرفوني ما عنديش. واحد فيهم كيقول لي جري طوالك وخرجوني وانا مشرحيدوا لي الباب وخرجوني وانا مشرده في الزنقه دابا، وحقروني وغلبوا عليا. واحد كيقول لي اقرا لا مشيتي للمخزن نورك على الدوسي ما يطلعت على 2035. حقروني وغلبوا عليا، هما كياخذوا الكرا كيتمتعوا بيه، وانا الريال هو الاخر الخوت ما كيعطيوش ليا. ومشيت حتى لقدام الباب عندهم وبغيت نقول لهم تساعدوا معايا واعطيوني واخا هاكو زينه نسكن فيها. سدوا عليا الباب في وجهي، في وجهي سدوا عليا الباب، راح حقروني الخوت حيت عارفوا ما عنديش. دابا الخوت كنطلب وقفوا معايا، هاد الناس يعطيوني حقي، راني مقيده في الشهادات ملكيات، في الشهاده ملكيه ديال البرنوصي وفي الشهاده ملكيه ديال سباته، رسميتي مقيده في الشهادات ملكيه ديال الديور بجوج السيح السعديه. وما ما كنطلب من الخوت هادو يعطوني حقي، راني مش غادي يصدقوا عليا، راه ما غاديش يصدقوا عليا. بغيتكم الخوت توقفوا معايا، الله يجازيكم بخير، بغيتكم توقفوا معايا باش هادو يعطوني حقي، راه حقروا عليا وغلبوا عليا. انا دابا الخوت المسلمين المسلمات، انا دابا الخوت كنطلب باش من كنطلب من ناكل، وبنتي كتطلب وتجيب لي من ناكل. انا دابا مشرده في الزنقه، انا كنطلب منكم الخوت الاخوان الاخوات المسلمين المسلمات، كنطلب منكم ومن الله سبحانه اللي خالقني وخالق كل انسان، انا كنطلب منكم الخوت وقفوا معايا لله، واجركم الله.